حتى نستغل الوقت أكثر. معنا هنا ضيفتنا هي والدة الأسير إسلام فروخ وهي صاحبة المنزل. أهلا بك، ربنا يعوضكم إن شاء الله. ما الذي حصل معكم خلال ساعات الليل؟ 5 دقائق تبلغنا أنه الجيش في الحارة، طبعا إجوا دخلوا على العمارة ونزلوا كل في العمارة. فكرنا نروح عند الجيران، طبعا أطلعوا الجيران جيران جيران، بالآخر أبعدوا الكل عن المنطقة، ومن الساعة 10 للساعة 5 فجروا البيت. على 7 تقريبا كانوا مخلصين المهمة. هذا المنزل كم من الأفراد يأوي؟ من الذي كان يعيش فيه؟ إسلام اليوم أصبح أسيرا. المنزل هو لدار حماية بالأصل، اللي هي تعتبر ورثة إلنا، والحمد لله رب العالمين، الله بيعوض. يعني جيش الاحتلال يتهم إسلام بتنفيذ عملية في داخل مدينة القدس المحتلة وما زال أسيرا في داخل الأسر. ما زال لسه يعني بيحققوا بالقضية، مش إلا أثبتوها عليه، لسه بيحققوا واتخذوا هذا الإجراء قبل لسه ما تثبت عليه. وطبعا هو بنكر هاي العملية، ورغم هذا بقولك بس مجرد إن لائحة الاتهام إحنا بنفجر. شوف قديش يعني ظلم. أنتم تحملون الهوية المقدسية، كيف تعاملتم قانونيا مع هذا الحدث خاصة مع تفجير المنزل؟ وكما تفضلت ما زال الإجراء في التحقيق. زي ما قلت لك، إحنا هذا البيت إحنا تعتبر ورثة يعني من دار حماي، وهذا الإشي يعني من حقنا إنه يكون لنا بيت في أي مكان، وبيت العيلة وبيت دار سيدو يعني، والحمد لله رب العالمين. شكرا، ربنا يعوضكم إن شاء الله. إذن والدة الأسير إسلام فروخ كما استمعنا إليها تقول إن ما زال نجلها في التحقيق كما هي المعلومات الأولية لها.